أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: هل قول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر أحاديثه من البدع؟ ليس من البدع، ليس من البدع إذا قاله لسبب، وهو أن الحديث انطبق على الحالة التي أورد الحديث من أجله. يعني إذا ظهر مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء حدث فإنه يقال صدق الله، صدق رسول الله، لأن الأمر حدث كما أخبر صلى الله عليه وسلم أو كما ذكر الله عز وجل. نعم.